وارتباطا بهذا الموضوع، تركز المنابر الإعلامية في فرنسا على تفاعلات الأزمة الدبلوماسية بين باريس والجزائر. للمزيد حول هذا الموضوع معنا من باريس الصحفي والمحلل السياسي مصطفى طوسة. أهلا وسهلا بكم أستاذ طوسة. أهلا وسهلا. مرحبا. إذا أستاذ طوسة، يعني كيف تابعتم من باريس استدعاء السفير الجزائري في باريس للتشاور، وكيف هي التفاعلات داخل مركز القرار والسلطة في باريس؟ نعم رجاء، لكن قبل ذلك دعيني أعلق على ما جاء في التقرير حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر و وسائل الإعلام الفرنسية. يجب التذكير هنا بأنه من بين الآثار الجانبية أو الانعكاسات الجانبية لقضية الصحفية الناشطة أميرة بوراوي أن وسائل الإعلام الفرنسية أرغمت بطريقة أو بأخرى على تسليط الضوء على واقع حقوق الإنسان في الجزائر والانتهاكات الكبيرة التي يعرفها هذا المجال في هذا البلد. لذلك كان هذا الملف القوي الذي نشرته صحيفة لوموند أمس، والذي سلط الضوء بطريقة كبيرة وبزخم كبير على هذه الانتهاكات. بخصوص ردود الفعل، قبل أن نصل إلى ردود الفعل، بما أنكم بدأتم يعني بالجانب الحقوقي اليوم، بأي منظار تنظر فرنسا إلى النظام الحاكم في الجزائر وإلى وضع حقوق الإنسان والحريات هناك، سواء من خلال يعني وسائل الإعلام الفرنسية أو داخل مراكز القرار والسلطة في باريس؟ نعم رجاء، لحد الساعة هناك ازدواجية وانفصام في المقاربة الفرنسية. إذا نظرنا فقط إلى التغطية الإعلامية، إلى المقالات التي تنشر في الصحف، إلى المواضيع التي يتم إذاعتها في محطات التلفزيون المهتمة بالجزائر، هناك يعني تسليط ضوء كبير على هذه الانتهاكات، وهناك يعني حديث بلغة واضحة عن انتهاكات يعني تاريخية ومرعبة لحقوق الإنسان في الجزائر. لكن عندما ننتقل إلى يعني السلطات السياسية، إلى الخيارات السياسية للرئيس إيمانويل ماكرون للدبلوماسية الفرنسية، فيبدو أنها لحد الساعة لم تأخذ بعين الاعتبار هذا العامل، الانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان، ولم تدمجها بعد في خياراتها السياسية. وهناك أيضا مقال لصحيفة لوموند في هذا العدد نفسه الذي يقول بأن الرئيس إيمانويل ماكرون بالرغم من كل هذه التقارير التي تأتيه، التقارير السوداء التي تأتيه من على الجزائر، على الوضع الحقوقي في الجزائر، فإنه مصر على أن يعطي الأفضلية الاستراتيجية وخياراته السياسية حاليا تجاه الجزائر. هل إيمانويل ماكرون سيبقى على هذا الموقف يعني مع مرور الأسابيع والأشهر القليلة المقبلة؟ هذا سؤال يمكن أن يطرح بحدة اليوم. لكن يعني اليوم أي تفاعلات كانت لدى الحكومة الفرنسية وأيضا لدى الدبلوماسية الفرنسية في تفاعلها مع قرار الجزائر اليوم يعني الإعلان عن استدعاء سفيرها الجزائري في باريس من أجل التشاور في قرار اعتبرت فيه يعني السلطات الجزائرية أن فرنسا صارت تتدخل في شؤونها السيادية؟ نعم رجاء، كان واضحا في بيان يعني الجزائري. نعم رجاء، ما هو يعني ما يثير الانتباه اليوم، وهو ان هناك صمت مطبق للطبقة السياسية الفرنسية تجاه ما يحدث في هذه الأزمة، صمت مطبق ايضا من طرف السلطات الفرنسية. يعني لم نسمع تصريحا لكاترين كولونا وزيرة الخارجية أو للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كل ما سمعناه وهو أحد الناطقين باسم الخارجية الفرنسية قال بأن قضية استدعاء السفير هي قضية جزائرية، وأن فرنسا مهتمة بالمضي قدما في ترسيخ شراكتها الاستراتيجية. هناك يعني إحراج كبير من طرف السلطات الفرنسية التي لم تعبر عن موقف واضح تجاه هذه الأزمة، بالعكس الموقف الجزائري الملتهب المتصاعد والذي استعمل كلمات واستعمل تهديدات قوية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع فرنسا. يعني أمام هذا التصعيد الجزائري هناك صمت للسلطات الفرنسية. يعني هنا ما الذي يخفيه هذا الصمت الفرنسي، وأي قراءات يعني في الداخل الفرنسي اليوم لهذا الصمت؟ الذي يخفيها أنه نوع من الإحراج. يعني كيف يمكن للدولة الفرنسية، للسلطات الفرنسية أن تدير هذه الأزمة
علما بأن هذه الأزمة لا تدار لا على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى وسائل الإعلام، ولكن بالاتصالات السياسية. والإحراج يأتي من أن فرنسا استثمرت في الأشهر القليلة الماضية منذ زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى الجزائر، وهناك أيضا زيارة رئيسة الحكومة إليزابيث بورن ونصف حكومتها إلى الجزائر، وهناك أيضا مجيء السعيد شنقريحة وهو رئيس المؤسسة العسكرية الجزائرية إلى فرنسا. فرنسا استثمرت في يعني إعطاء زخم كبير لعلاقتها مع فرنسا، وجاءت هذه الأزمة لتفجر كل هذه الثوابت. ونحن الآن في فرنسا في باريس لدينا الانطباع بأن هناك إحراج كبير للدبلوماسية الفرنسية وللموقف الفرنسي، ربما ينتظر أن تتوفر لديه معطيات يعني أخرى لكي يعبر عن موقف واضح. لحد الساعة ما سمعناه هو أحد الناطقين باسم الخارجية الفرنسية، والذي يعني فضل أن يتجاهل هذه أزمة وأن لا يعطيها الحجم المأساوي الذي أعطته الدبلوماسية الجزائرية لها. طيب إلى أي حد يمكن أن تصمد الجزائر في تصعيدها في وجه فرنسا بخصوص هذه الأزمة الدبلوماسية بين الجانبين؟ نعم رجاء، وخصوصا وأننا نعرف بأن يعني فرنسا كانت هي المظلة الدولية الوحيدة التي كان النظام الجزائري يتنفس من خلالها على المجموعة الدولية. كانت هناك يعني أزمات مع إسبانيا، أزمات مع دول الاتحاد الأوروبي، أزمات مع الولايات المتحدة، أزمة مستديمة مع المغرب، واليوم هناك أيضا أزمة مع تونس. عندما ننظر إلى المأساة التي يعيشها يعني المواطنون التونسيون الذين كانوا يزورون الجزائر ويريدون العودة إلى 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 تونس، هناك استراتيجية عقابية للنظام الجزائري تجاه تونس. إذن نحن الآن أمام يعني نظام يعني يدخل وهو يستعد أن يدخل في عزلة دولية كبيرة قد تكون لها عواقب سياسية على الإقليم وعلى خياراته الدبلوماسية المقبلة. طيب نشكركم جزيلا على كل هذه التوضيحات، كنتم معنا ضيفا من باريس الصحفي والمحلل السياسي مصطفى طوسة، شكرا على حضوركم معنا.